تقديم هذا التقرير حول الأوضاع في السجون في المغرب أمام لجنة الشريعة والعدل وحقوق الإنسان هو أولا تقاسم خلاصات دياله وكذلك التوجه لصناع القانون في المغرب، لأن التشريع هذه هي القلعة الأولى دياله، هي هذه، وهنا يعتمد وهنا تعتمد التعديلات والإصلاحات على القوانين اللي غادي تجي. وحنا عندنا قوانين رئيسية اللي الآن غادي نقبلوا عليها، هو القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية. كنعتبروا بأن الدور ديال لجنة التشريع دور محوري في هذا الباب، ويجب أن نترافع أمامها من أجل تقاسم هذه الخلاصات. الرسالة الثانية هو مد جسور ديال التفاعل مع مؤسسات أخرى جديدة، وهي المؤسسة التشريعية، رغم أننا تفاعلنا معها بشكل عن بعد ربما من خلال المذكرات اللي كنا رفعنا بخصوص مجموعة من القوانين واللي كان البعض منا أخذ بعين الاعتبار، ولكن هذه المرة كانت توجه بشكل مباشر، وهو نعتبره تقدم ملموس ربما في الممارسات ديالنا وفي قدرتنا على التواصل مع مؤسسات الدولة المختلفة من أجل تحسين المنظومة القانونية المغربية وتحصين المكتسبات كذلك التي تحققت، واستحضار الانشغالات اللي كاينه سواء ديالنا كمركز او ديال باقي الاليات الوطنيه والدوليه فيما يخص اوضاع مثلا داخل السجون هنا في البلاد. وكذا هو الرساله اللي بطبيعه الحال هذا جانب مكمل للقاء الاول اللي نظمته لنا المندوبيه العامه لاداره السجون مع اللجنه المعنيه بقطاع السجون، وهي كتضم 18 قطاع وزاري وعدد من المؤسسات الاخرى الامنيه وفي مجال التكوين ومؤسسه محمد السادس الى اخره، اللي كذلك قدمنا لها هذا التقرير وخلاصاته، واللي كان في الحقيقه تفاعل جد ايجابي ما يشجع على ان لما كتكون المنتوج ربما بالشكل اللي يمكن فيه الموضوعيه ولكن فيه صراحه كذلك ديال تقييم الاداء، كتكون كذلك النتيجة ديال إيصال الصوت إلى الآخر تتكون عندها مفعولها، ونأمل أن هذا الشيء كله يخدم تقدم ديال هذا البلاد. والأوضاع في السجون كثير بحالها بحال المراكز أماكن الحرمان من الحرية، هي تطير الانشغال عبر العالم. ربما هذا ما جعل المنتظم الدولي يحدث آليات لمراقبة هذه الأماكن. مثلا احنا لما صدقنا على البروتوكول الاختياري ديال اتفاقية مناهضة التأديب، فأعطينا الحق للجنة الفرعية ديال لجنة مناهضة التأديب بزيارة أماكن الحرمان من الحريان، إضافة إلى الآلية الوطنية اللي تحدثت. كاين كذلك عدد من الآليات الأخرى، وهذا ماشي خاص بالمغرب، لأن ما نشوفوش راسنا حنا بوحدنا اللي معنيين بهذا الشيء، هذا دخلت في المنظومة الدولية، لأن هذه الأماكن كتكون فيها الناس معزولة، تعتبر بأنها في وضعية هشاشة، ما عندهاش علاقة مع العالم الخارجي بالشكل المطلوب. يمكن تعرض لتأديب وغيره من الأشكال ديال المعاملة دون أن يثير ذلك انشغال ديال شي حد ومعرفته، كتجعلها بأنها كتسلط الضوء على هاد المواقع نقولوا المخفية إلى إن صح القول، باش تثير الانشغال ديال أصحاب القرار والمسؤولين على هاد القطاعات باش يتخذوا الاحتياطات اللازمة للحرص على عدم ارتكاب ما قد يمس كرامة الإنسان.